توقعات المحللين. كشفت مصادر صحفية أن نائب رئيس مجلس إدارة أرامكس وأحد مؤسسيها فادي غندور تخرج من الشركة التي تبلغ حصته فيها نحو 9.9% لصالح مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. وكشفت المصادر أن العبار اشترى أسهم أرامكس بسعر أعلى من سعر السوق، وأن جولدمان ساكس قدمت له المشورة بخصوصها. يشار إلى أن محمد العبار وقع اتفاقا في يونيو الماضي تستحوذ بموجبه أدبتيو التي يقودها على أسهم مجموعة الخرافي في أمريكانا الكويتية. إذن مشاهدينا نعود إلى ضيفنا في الأستوديو السيد أحمد وحيد نائب رئيس القسم والمؤسسات لمينا كورب للخدمات المالية. سيد أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذن تداولت اليوم وأيضا على امتداد هذا الأسبوع تحكمها طبعا النتائج المالية للشركات، لاحظنا عودة للمستثمر في الأسواق الإماراتية بالتحديد للنظر في البيانات المالية وبناء استثماراته على هذه النتائج. نتحدث أولا عن بنك دبي الإسلامي الذي جاءنا نتائج إيجابية، ارتفاعات للأرباح 6% خلال النصف الأول من هذا العام. كيف قرأت النتائج وكيف ممكن أن تعطينا بعض الإشارات عن القطاع المصرفي الإماراتي؟ هو فعلا زي ما حضرتك قلتي، احنا الفتره الاسبوع ده بالذات حجم التداول في السوق قلت جامد، في ترقب شديد لنتائج الاعمال وخصوصا البنوك الكبيره والشركات الكبيره، ان دي هتحدد مسار السوق الفتره الجايه ان شاء الله. نتائج اعمال دبي الاسلامي فعلا جت النهارده احسن من المتوقع واحسن من المتوسط اللي كان بريدكتد. نتائج الاعمال ما اثرتش قوي على دبي الاسلامي قد ما هي اثرت على البنوك الاخرى. فشفنا مثلا النهارده في بنك ابو ظبي التجاري برضو على تاهب ان في نتائج اعمال كويسه برضو تطلع قريب. البنك برضو احجام التداول كانت فيه عاليه شويه وكان في طلعه كويسه. بصفة عامة البنوك بالنسبة للمستثمرين بتديهم ثقة في السوق، بتديهم ثقة في الاقتصاد بصفة كبيرة، لأن هو بيتأكد إن طالما البنك فيه لونز شغالة، فيه بيطلع أرباح كويسة، ده معناه إن بقية الشركات شغالة كويس وإلى آخره. فهو نوع من أنواع الثقة اللي بيديها البنك أو نتائج الأعمال بتاعت البنك للسوق نفسه. نعم، إذا إعمار مولس أيضا تكشف عن نتائجها، ارتفاعات ب 17%، واحدة من الشركات الكبيرة. كما تفضلت أنت ذكرت قبل قليل أن الأسواق يتريث لذلك. صدرت الآن إعمار مولس بهذه الارتفاعات. سؤالي عن انعكاسات ذلك على السوق، واحدة من الشركات الكبيرة كما تفضلت، كيف سيكون المسار في تقديرك والتفاعل؟ احنا ممكن نبص لها من نقطه احنا السوق الفتره مثلا الاسبوع اللي فات ده بعد ما كسر 3450 او 3500 الرينج ده، وابتدى يتداول قريب من 3600، وان دي نقطه مقاومه قويه جدا 3600. الفتره دي احنا ممكن نقول ايه، ان السوق منتظر نتائج الاعمال ويشوف نتائج الاعمال وشويه ثقه للمستثمرين بحيث ان هم يضخوا اموال جديده او يبتدوا يخشوا يشتروا تاني في السوق ويقدروا يرفعوا السوق ويكسر بيه حاجز ال 3600. نتائج اعمال دبي الاسلامي ساعدت، نتائج اعمال اعمار مولز ان شاء الله بكره هتساعد، فممكن نلاقي برضو انتعاشه في السوق برضو في اعمار مولز وبعض وطبعا بالتالي هنلاقي برضو اعمار وبعض الاسهم الثانيه اللي موجوده في السوق. فهي نقدر نقول محفز للسوق نفسه ان احنا نقدر نكسر بيها 3600 ونقدر نطلع بعد كده نشوف بقى نقط اعلى ان شاء الله. نعم، الاخبار التي صدرت عن ان رئيس مجلس اداره أرامكس واحد مؤسسيها وفادي الغندور يبيع حصته التي تقدر بنسبه 9.9% الى محمد العبار. طبعا دخول السيد محمد العبار وشراء هذه الحصه في السوق، كيف ممكن ان نقرا؟ هل تعطي اكثر ثقه بالنسبه للمستثمر للاستثمار في الاسواق الإماراتية، وأن ربما شهية الاستثمارات لا زالت موجودة ولا تخوف؟ هو في أكتر من عامل، يعني إحنا بنيجي نبص لها أو المستثمر يجي يبص للديل أو حاجة زي كده، أولا الاسم بتاع محمد عبار اسم كبير وهو راجل مستثمر استراتيجي كبير، وكون إن هو اشترى السهم بأعلى من قيمته السوقية ده معناه إن هو شايف فيه قيمة أعلى، وبالنسبة لسعره دلوقتي أنا شفنا النهاردة السوق تفاعل معها. يعني أنا فاكر حضرتك قلت تحلق حتى كان تعليق، لان اذا هو شيء هو اشترى بسعر اعلى ده انا شايف ان هو لا ده الشركه ممكن يوصل بها لقيمه اعلى ولا اخره. حتى جولدمان ساكس قدمت المشوره تكون قد قدمت دعم ايجابي ايضا لتوجه هذه الصفقه. بالضبط، والخبره بتاعت المستثمر كاستاذ محمد عبار ان هو مش مستثمر في الامارات فقط، هو مستثمر يعني عنده استثمارات في الخليج كله الخليج ودول عربيه تقريبا كلها، فطبعا بتدي نوع من انواع الثقه للمستثمر في السهم نفسه. نعم، في اداره السهم كمان. تعال نتساءل عن معامل الارتباط ما بين النفط وما بين الاسواق الخليجيه، حتى تحركات الأسواق العالمية أصبحنا لا نجد لها ذاك التأثير القوي، خاصة الفترة الأخيرة الأسواق تلتفت إلى أساسياتها وفنياتها من الدرجة الأولى. يعني ما هي إيجابيات ذلك وسلبياته؟
الفترة اللي احنا فيها دلوقتي احنا واخدين بالنا التركيز كله على نتائج الاعمال، يعني وملاحظينها حتى في احجام التداول، احجام التداول الفترة اللي فاتت مع نتائج الاعمال او نتائج الاعمال تطلع بنشوف يعني نطة كبيرة في احجام التداول. النفط والاخبار العالمية ما بقاش لها تأثير قوي، بس في نفس الوقت دي حاجة بالنسبة لنا احنا كويسة، بتدل على قد ايه ان المستثمر او المستثمرين اللي بيستثمروا في سوق الامارات مركزين على الشركات، مركزين على الاقتصاد الاماراتي، مش مركزين قوي مع العوامل الخارجية. هي طبعا ممكن تأثر عليها بالسالب او بالموجب، لان لو بالسالب طبعا لو في اخبار كويسه بره مش هتأثر علينا، مش هتأدي ان السوق بتاعنا يطلع. وفي نفس الوقت ومن ناحيه اخرى برضو ان هو لو اخبار في الخارج سيئه ممكن ما تأثرش علينا خالص. فهي لها زي ما تقول سلاح ذو حدين، بس بالنسبه لنا احنا الاهم ان المستثمر مركز مع السوق نفسه، مع نتائج اعمال الشركات، مع اداء الشركات، ودي في رأينا الشخصي دي حاجه ايجابيه. نعم، نعود إلى قطاع الاتصالات. طبعا هذا القطاع غالبا ما يعتبر دفاعي بالنسبة للمحافظ الكبيرة والاستثمارات العالمية. نتحدث عن قطاع الاتصالات طبعا الإماراتي، سواء دوف في سوق دبي وأيضا الاتصالات في سوق أبو ظبي المالي. مؤخرا لاحظنا بعض التوجه لهذا القطاع، ما هي ربما القراءات بالنسبة للنتائج المالية للشركات سواء دو وأيضا المتوقع بالنسبة لدو وأيضا الاتصالات؟ هو دو اتصالات نتائج الأعمال بتاعتهم متوقعة كويسة، يعني ولسه ما اعلنوش حاجه. طبعا هي اول حركه ابتدت بالاتصالات، وفعلا ما كسرت وقتها 19 درهم وطلعت لغايه 20 درهم. نعم، وبقى فتره في الحته دي. امبارح كان دو ممكن تكون كانت متاخره شويه في الحركه بتاعتها، وفعلا قدرت تكسر 76 وقفلت 6 امبارح 99، النهارده نازله سنه 76. ما فيش اخبار لسه طلعت، بس في توقعات كويسه لنتائج الاعمال. وفي نفس الوقت برضو اما زي ما قلت لك بنبص على البنوك نزلت نتائج اعمال كويسه، فمعناه ان برضو بقيه الشركات في احتمال كبير جدا نتائج اعمال كويسه. فاللي هو نقدر نقول عليه اللي هو ال 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 المناخ العام في السوق، المناخ العام في السوق دلوقتي المستثمرين يبنوا شويه ثقه في السوق اكتر واكتر كل ما يشوفوا نتائج اعمال احسن، زي اعمار مولز من كمان من دقيقتين. صحيح، واتصالات المتوقع ان تظهر تحت اي لحظه دو 86 على وجه التحديد. على كل دعنا نتحدث الان عن ما الذي يحكم السوق في المرحله المقبله. انت تعلم ان الاسواق الخليجيه والاماراتيه ايضا في حاجه ماسه الى سيوله من الدرجه الاولى. أصبر. وهذه لا تاتي الا من الاستثمار في الاوزان الثقيله والشركات ذات الثقه. هل هذه النتائج من الممكن أن تحفز الأسواق لكي تزيد السيولة بشكل ملحوظ؟ هو السيولة في الأسواق بتيجي من مستثمرين شايفين فرص أكبر للشركات أنها تكبر وتحقق نتائج أعمال أكبر. أنا ممكن أقول السيولة ممكن تيجي كمان من الأخبار. إحنا بقالنا فترة مثلا الشهرين ثلاثة اللي فاتوا عندنا أخبار بتطلع، مش هقول إن هي متوقعة، بس أخبار طلعت زي اللي هو الاندماج بتاع البنكين اللي هو أبو ظبي الوطني وبنك إف جي بي، وعندنا اللي هو البيع بتاع شعاع، وعندنا دلوقتي حاليا الخروج حتى اللي هو فادي غندور من اللي هو 9.9% النسبه بتاعته. فده معناه ان في استثمارات وفي فلوس جديده داخله السوق، دي لوحدها بتدخل السوق نفسه سيوله. فدي الحاجات اللي احنا بنبص عليها، دي اللي ممكن اقول لك لا هي دي التركيز بتاعنا عليها، لان في زي في انترست في السوق وفي احتماليه كبيره ان هو يكمل والى اخره. نعم، المستثمر حاليا في الأسواق الإماراتية إلى أين ينظر؟ ربما ننتظر أيضا بقية الشركات القيادية طبعا في القطاع العقاري بالنسبة للأسواق الإماراتية. هل من توقعات بالنسبة لنتائج هذه الشركات؟ وأيضا كيف تنظر إلى تحرك المستثمر بانتظار هذه النتائج؟ احنا ممكن نبص لها سيكتور سيكتور. احنا شفنا النهارده دبي الاسلامي هو يعتبر من الاسهم القياديه طبعا في البنوك. طبعا اعمار من الاسامي مهمه جدا، الدار من الاسامي مهمه جدا. دول ممكن نقول الاسامي اللي بتحدد مسار السوق الفتره اللي جايه ايه، لان هم دول اكبر شركات عندنا موجوده. طبعا اتصالات ودو هم الاثنين هم يمثلوا السيكتور لوحدهم. هم دول الشركات النتائج اعمالهم بتاثر فعليا في السوق. اميريتس ام بي دي برضه في نفس برضه الاسامي اللي احنا بنبص عليها. بالنسبه لاي شركه من الشركات دي نتائج اعمالنا بتظهر، احنا بتدي المستثمر نوع انواع الثقه، بتدينا نوع انواع الرؤيه بالنسبه للمجال كله. يعني اذا دبي الاسلامي عمل مثلا 6% احسن في الربع الثاني، طب اي دي سي بي ممكن نفس القصه، فاحنا ممكن نتوقع مثلا ابو ظبي الاسلامي والى اخره. فدي بتدينا نوع انواع الثقه في السوق، وتدينا برضه نظره للفتره الجايه ممكن يحصل فيها. وبالنسبه لنا احنا بنبص، الاهم نقطه بالنسبه لنا احنا شايفينها ان هو 3600 كسرها
ان شاء الله الاعلى دي اللي هتبقى مرحله كويسه جدا بالنسبه لنا، ولازم هتيجي طبعا بدعم من الاخبار عن الشركات الرائده في السوق عن نتائج اعمالها طبعا. وممكن يكون المستوى طبعا